مهندس ابو سعد الحقيقه انا هتوقف عند راي يعني لحضرتك وعجبني جدا كنت بتقول فيه انه المباني التراثيه عندما ترمم ولا تستخدم سرعان ما تفقد قيمتها لذا يعني نحاول الان ان نعيد استخدامها بمعنى ايه بمعنى ان المبنى مش فقط حوائط ومبنى يعني انا عشان احافظ على التراث المعماري والعمراني اذا ما كانش هيبقى بيتنفس بنعتبر ان المبنى ده محتاج يتنفس ويبقى فيه حركه ويبقى فيه مترددين عليه وبالتالي اعاده م. توظيف المباني والحفاظ عليها ده اصبح يعني ضروره حتميه لان زي ما بقول لحضرتك احنا بنتكلم في عدد كبير احنا في محافظات فيها أيوه. مباني رائع ايوه رائعه أيوه. علشان يبقى لها قيمه مضافه زي ما لها تاريخ لينا أوه. اكيد لازم يبقى لها مردود اقتصادي عشان اقدر اضمن الحفاظ عليها واضمن الاستفاده بيها أوه. فكره اعاده التوظيف اصبحت النهارده حتميه ضروريه ودي من تجربه يمكن في دول كتيره سبقتنا فيها ولكن احنا في منظور حتى لو هنتكلم على الاستخدام الملائم مش اعاده التوظيف وخلاص لازم يكون استخدام ملائم. يتناسب مم. مع قيمه المكان. المكان ولكن طول ما في حركه طول ما في نشاط طول ما في مترددين وبالتالي بيبقى حتى المباني اللي بتترمم وبتغلق أوه. سرعان ما بترجع تاني تتدهور نتيجه العوامل الجويه وتاثيرها بترجع صحيح. تاني تحتاج تترمم فعلا ده مرة رأي, راي يعني في غايه الاحترام طب يعني زي ما حضرتك بتقول دلوقتي في في القاهره وفي في المحافظات مباني تدخل في عداد المباني التراثيه او الجميله جدا جدا اصحابها لم يعودوا موجودين هل الدوله مثلا بتفكر انها تسترد هذه او تشتريها من الورثه اللي هم ممكن يبقوا مثلا 100 وريث حاليا وتعيد تعيد اليها رونقها وتعيد استخدامها في منها فعلا الدوله عملت كده لكن انا لما اتكلم بقى عن الحفاظ على المباني دي والقيمه المردوده الاقتصادي لاصحابها يعني هناخد فكره ان المباني اللي في نهايه القرن ال 19 وهنلاقي معظمها ملاكها متضررين بشكل كبير من انها جوه قوائم الحفاظ الملاك ليه؟ لان هو بالنسبه له شايف ان ده ارثه وبالتالي هو محتاج ان هو يجيب له عائد اقتصادي ايوه نتيجه القانون الايجاري القديم ما بيجيلوش منها مردود مبالغ يعني تستحق ان هو يرممها ويحافظ عليها كانه هو مش مالك للمكان في حيه الامر وزي ما حضرتك بتقول هو لا يملك القدره على يعني استعاده رونق هذا المكان ماذا نفعل كدوله عشان نحافظ على ده احنا يعني يمكن قدمنا تعديل لقانون الحمايه للمباني م. دي لان اصبح النهارده احنا كل يوم بنواجه مشاكل في ان اصحاب بعض العقارات بتحاول انها تهدمها او انها توقعها او ان احنا يحصل تعديات أيوة، عليها عشان أيوة. نفقدها وده جزء من تراث البلد ف... طب هي إحنا... يعني الملاك مش مستفيدين من املاكهم بالظبط والعداله تقول انه لابد ان يكونوا مستفيدين من هذه الاملاك ماذا نفعل احنا وضعنا في تعديلات القانون وحطينا دور مهم جدا ان احنا ننشئ صندوق الصندوق ده بنعتبره هو صندوق الحفاظ على التراث المعماري والعمراني م. لازم الدوله تدي اولا حوافز حوافز للتسجيل م. بمعنى انا النهارده لما بسجل مبنى لازم صاحب العقار ده يستشعر انه بقى عاد عليه مردود اقتصادي علشان هو كمان يسعى إن هو يسجله، إحنا مم. معظم الدول لما بنشوف تجارب الدول أيوة. الأخرى اللي عندها أيوة. تراث زينا، هنلاقي مثلا في اليابان مثلا ولا في الصين ولا في الدول العريقة مم. اللي لها تاريخ هم عندهم مش الدولة هي اللي بتنزل تحصر مم. وتقول المبنى ده تراثي أو غير تراثي، الملاك هم اللي بيسعوا وهم اللي بيروحوا للدولة ويقولوا لهم إحنا شايفين مقومات في المبنى اللي عندنا ده عايزينكم تدركوه ضمن التراث المدينة <applause> طب ليه بيعملوا كده لان اولا هم مدركين ان مجرد لما هتتحط <applause> اللوحه دي على المبنى بتاعه فده معناه له قيمه له قيمه زائد ان الدوله بتدعمه بتديله له قرض يرممه قرد حسن علشان يرممه وبتعمل كده لان هو لما هيرممه هيعيد توظيفه هو هيبقى مصدر اخر للدخل مره ثانيه بالنسبه تانية. له او ايضا بالنسبه للدوله كزرائب بالظبط حضرتك لما طب حضرتك حي... بتتكلم في شيء منطقي جدا واعتقد ان هو يعني عادل كمان لماذا لا نفعل ذلك؟ يعني في قصور كثير جدا في مصر وبلاد قديمه كبيره وعمارات خصوصا مثلا في بلد مثلا زي اسكندريه عمارات الشاطئ الى اخره يعني كده هنتركها للاهمال وبالتالي ستتساقط لماذا لا نسرع في اصدار هذا القانون يعني الدوله تستفيد والمواطنين ايضا يستفيدوا ونحافظ على الثروه العقاريه انا يعني بعت... هو في مبادرات من من فرديه لكن عشان نحافظ بشكل كبير آه. بقى مش شركه تاخد مبنى تعيد صياغته لا أنا بتكلم على رؤيه كامله أيه. للحفاظ وتسعى الناس كلها احنا التعديلات بتاعتنا اتراجعت من الاداره التشريعيه في وزاره العدل م -م. وان شاء الله يعني اتمنى ان هو يعني في الدوره القادمه للمجلس م -م. ان هو يتعرض القانون ده لان ده هيساعد حي حي كتير جدا أوه. في الحفاظ على المباني كارث حضاري للدوله وفي نفس الوقت يعود بمردود اقتصادي لاصحاب العقارات دي وده ده شيء يشجعهم أه. طبعا لو حضرتك كده ماشي في الشارع وأنت رئيس هذا الجهاز ولقيت أن في مبنى قديم جميل يدخل فيه عداد التراث وفي نوع من أنواع التعدي عليه هل بتملك ضبطية قضائية لإيقاف هذا التعدي؟ المباني ذات الطابع المعماري المتميز، احنا مم. حصلنا على الضبطية القضائية لها من ثلاث سنين، مم. والنهارده أصبح لنا دور كبير جدا في حمايتها، ما مم. بننتظرش الأجهزة التنفيذية أنها تتعامل مع مخالفاتها، إحنا اللي بنوقع المخالفات، ورصدنا مخالفات كتيرة جدا وكان لها دور كبير في عودة الشيء لأصله. بعد تحرير المحاضر دي وبالتالي لكن احنا ما, بن... ما عندناش سلطه على ال... على المباني اللي موجوده في منطقه تراثيه ولكن مش تراث معماري احنا احنا واخدين الضبطيه للمباني ذات الطابع المعماري اللي هي مسجله لدى الجهاز هي دي اللي خدنا لها الضبطيه وبالفعل ودي انا كنت حريص عليها انا أيه يعني أيه كرئيس للجهاز لقيت نفسي محتاج ان انا افعل آه ان الاقي مخالفه بس ما, ما اتاخدش فيها اجراء مم. فخدنا الضبطيه وبالفعل احنا يعني حجم المخالفات اللي تم انا بسعى مش المخالفه ان انا ارصدها أيوة. قد ما انا ارجع شيء لاصله ايوه وده الحقيقه و... سؤالي فعلا إن يعني هو بعد رصد هم. هذه المخالفه هل آه. في استجابه بقى من المحليات لاصحاب آه المكان نفسه لان المخالفه مم. بتبقى على على صاحب العقار اللي نتجت عنه المخالفه وبالتالي بقى يحصل استجابه سريعه بندي مهله لعوده الشيء لاصله علشان نرجع تاني نراجع المكان اذا كان رجع كمكان هو ده هو ده هدفنا ان انا عايز احافظ انا مش عايز اعمل مخالفه ادفع غرامه ولا ان انا وعايز صاحب إجراء. العقار كمان الحقيقه يستفيد هو يعني لن يسعى لابقاء هذا العقار او الحفاظ عليه الا اذا كان هو مستفيد برضه بالظبط حضرتك ما هي انا انا عايز اعمل ما بين تراث الدولة اللي لازم تسعى لحفاظه أوه. والملكية الفردية لان طبيعة المباني ذات الطابع هي مختلفة عن الآثار. أوه. الآثار الدولة هي اللي بتتعامل عليها وهي اللي بتحفظها وهي اللي بتديرها. أما أوه. المباني ذات الطابع هي ملكية فردية وما زالت في حوزة أصحابها وبالتالي الدولة تدخلها أوه. لازم يكون في نوع من الموائمة ما بين الحفاظ والمردود الاقتصادي لأصحابها علشان احنا الاثنين ننجح في تحقيق الحفاظ علي التراث المعماري والعمراني